التحالف الدولي بقيادة أمريكا يبدأ حملة أمنية واسعة في الشداد بريف الحسكة، والهدف حماية قاعدته الموجودة في المنطقة. روسيا تتهم الناتو وأوكرانيا بدعم السوريين للقتال ضدها، وتزعم تزويد كييف لتحرير الشام بطائرات مسيرة هجومية. قصف متجدد للنظام على محاور بريفي حلب الغربي وإدلب الشرقي، وبلدة الأبزمو تعاني من انقطاع الدعم الإغاثي عنها. تحذيرات أممية من مخاطر تواجه السوريين العائدين من لبنان، وإدلب وحلب تستقبلان مزيدا من النازحين القادمين من هناك. أهلا بكم. بدأت قوات التحالف الدولي حملة أمنية واسعة في محيط مدينة الشداد بريف الحسكة بحسب شبكة الخبر الإخبارية. وقالت الشبكة إن التحالف ينفذ الحملة بمساندة أكثر من 3500 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية. وأضافت أن الحملة تستهدف القرى والبلدات المحيطة بمدينة الشداد، وستستمر حتى الوصول إلى الهول والحدود العراقية، وتهدف إلى البحث عن أي عناصر مشبوهة قد تكون وراء الهجمات التي تتعرض لها قاعدتها العسكرية الموجودة هناك. فرضت قوات سوريا الديمقراطية حصارا على مناطق سيطرة النظام بمدينة الحسكة بعد يوم من حصار مشابه للأخير في مدينة القامشلي. وكشف مصدر لتلفزيون سوريا أن حصار قصد للمربع الأمني في الحسكة جاء بهدف منع أي تجمعات واحتفالات كان من المزمع إقامتها من قبل النظام وحزب البعث بمناسبة حرب تشرين داخل منطقة المربع الأمني، إلى جانب منع دخول وخروج أي مجموعات مرتبطة بالنظام وإيران إلى المنطقة. ينضم لنا العقيد هشام مصطفى، محلل عسكري واستراتيجي من ريف حلب. عقيد هشام، إذا ما أبرز ملاحظاتك فيما يتعلق بالعملية العسكرية الواسعة التي من تم الإعلان عنها وتم الحديث عنها في محيط مدينة الشدادي؟ بداية أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين. سيدي الكريم، طبعا قاعدة الشدادي الخاصة بالتحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تعرضت في خلال عام تقريبا منذ اليوم لما يقارب 140 هجوما صاروخيا قامت به ميليشيات عراقية موالية لإيران، وعلى رأسها كان ما يدعى بين هلالين المقاومة الإسلامية في العراق. هذه الهجمات التي كانت تتكرر في أوقات متقاربة أحياناً، طبعاً كان لابد من إجراء معين تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد على رأس التحالف الدولي، وبالتالي شهدنا هذه الحملة التي قام بها التحالف الدولي مدعوماً بميليشيات بي واي دي وقسد، والتي شاركت فيها الطائرات المروحية، والتي انطلقت باتجاه قرى وبلدات محيطة بالشدادي في أرياف الشدادي، بالقرى العطالة وقرى العريشة وقرى عجاجة وقرى الحدادية وغيرها من القرى المحيطة، وصولا إلى منطقة الهول، وقد تصل تلك الحملة إلى الحدود التي تفصل بين سوريا والعراق التي تقع شرق مدينة الشدادي. طبعا نحن ما نخشاه حقيقة هو وجود عناصر من حسب تشارك في تلك الحملة. لدينا معلومات تقول بأنه تم اعتقال أكثر من 60 إلى 70 شخص في المنطقة، وتمت مصادرة كافة أنواع الأسلحة حتى الأسلحة الفردية الخفيفة. ما نخشاه هو أن تستغل ميليشيا قسد تلك الحملة لتأمين قاعدة التحالف الدولي في الشدادي من أجل الزج
بمعارضيها في غيابات السجون بتهم. إذن هل هناك أسماء معينة يتم البحث عنها من خلال هذه العمليات؟ لأن يعني الخبر يتحدث عن أي عناصر مشبوهة، هذا عنوان قد يكون فضفاض. نعم، وهذا ما يخيفنا نحن وخاصة في الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة. العنوان الفضفاض سيد الكريم هو عنوان يعني بلا أسماء، تستطيع ميليشيا حسد أن تعتقل أي من المواطنين الموجودين في محيط القاعدة أو بالقرب منها بتهمة أنه يقوم بتخريب القاعدة أو باستهداف القاعدة. الحدود العراقية السورية حدود مفتوحة، لا يفصل بين العراق وسوريا إلا ساتر ترابي بارتفاع معين، وبالتالي تستطيع الميليشيات التابعة لإيران أن تتسلل من ذلك الساتر، والمسافة بين الحدود العراقية والشدادة بخط نظر ليست أكثر من 70 إلى 80 كيلومتر، وبالتالي الاستهدافات الصاروخية تكون من مناطق محيطة حقيقة في القاعدة، ولكن من هم مطلوبون قد لا يتواجدون بشكل دائم في تلك المنطقة، قد يدخلون من العراق ثم يغادرون بعد استهداف القاعدة. هل القوات الأمريكية أو قوات التحالف بالأصح قادرة على القيام بمثل هكذا عملية دون الاستعانة بقوات سوريا الديمقراطية؟ في الحقيقة لا تستطيع قوات التحالف الدولي، لأن قاعدة الشدادين تضم ما يقارب 350 إلى 400 مقاتل من قوات المعزز الأمريكية. قاعدة الشدادين تعتبر مهبط للمروحيات وللطائرات المسيرة، مكان هبوط وإفلاح، فيها ما يقارب 350 إلى 400 عنصر من عناصر المارينز، وبالتالي لا تستطيع أن تغطي الحملة. ولكن أيضا يجب أن تفرض قوات التحالف يعني شروطا صارمة على ميليشيا قسد حتى لا يذهب الصالح بالطالح في المنطقة المستهدفة من تأمين قاعدة الشداد. في السياق يعني أيضا هناك حصار لقوات النظام من قبل قسد في الحسكة بالمدينة بعد حصار مقابل في القامشلي، ما طبيعة ما يجري؟ في الحقيقة تلك المسرحيات عودنا عليها النظام وميليشيا بي واي دي وقسد، كل فترة نسمع أو نشهد بأن ميليشيا قسد قامت بحصار المربع الأمني في القامشلي أو المربع الأمني في محافظة حسكة، وبعدها بأيام يعني يفك ذلك الحصار وتعود العلاقات بينهم إلى سابق عهدها. الميليشيا المدعوة ميليشيا قسد ميليشيا الأمر الواقع هي ميليشيا من صنع هذا النظام في بداية الثورة السورية عام 2011، وهي لا تستطيع أن تتخلى عن ذلك النظام. كل ما يجري هو عبارة عن مسرحيات لتحقيق شروط أفضل في التفاوض الذي يجري حاليا بين ميليشيا قسد وعصابة النظام المجرم في دمشق. في الحقيقة من يتأثر بكل تلك الأمور التي تحدث من حصار المربعات الأمنية وقطع الطرقات وغيرها هو الشعب الموجود في محافظة الحسكة الذي لا حول له. لكن ولا مع التحركات يعني مع التحركات الميليشيا الموالية لإيران في المناطق بشكل عام، ألا يمكن أن تكون مثل هكذا عمليات مطلوبة للمراقبة، خاصة مع وجود هذا النوع من التحالف أو العلاقة ما بين القوات التحالف الدولية التي تستهدف بشكل مستمر في قواعدها وقوات سوريا الديمقراطية؟ أنا قلت لك نعم، هو مطلوب لضبط من يقوم سواء باستهداف التحالف أو باستهداف حتى المواطنين الأبرياء في تلك المنطقة. الميليشيات التابعة لإيران تعيد فسادا في تلك المنطقة، وعلى مرأى من ميليشيا قسد وبي واي دي ماذا فعلت تلك الميليشيا. يعني نحن نريد حقيقة أن يكون هناك ملاحقة لعناصر وحلول الميليشيات الشيعية العراقية التي تعبر من الحدود أو التي أتت عن طريق تلك الميليشيات واستقرت في القامشلي. هناك ميليشيا لحزب الله موجودة في القامشلي وفي الحسكة، ولا يحرك أحد ساكنا من تلك القوات من قوات قسد القوات الأمر الواقع. نحن نتمنى أن يكون هناك ضبط في تلك التحركات وأن تسيطر ميليشيا قسد على المنطقة وتفرض الأمن والأمان، ولكن هيهات، لأن ميليشيا قسد في النهاية هي ميليشيا متعددة الولاء، بدأت مع النظام ومع الإيرانيين وأخيرا حطت في الحضن الأمريكي. عقيد هشام مصطفى محلل عسكري واستراتيجي كنت معنا من ريف حلب، شكرا لك. أعلنت الاستخبارات التركية عن استهداف قيادية في حزب العمال الكردستاني المصنف على قائمة الإرهاب لدى أنقرة، ذلك في عملية شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر أمنية أن القيادية المستهدفة كانت تحضر لهجوم انتحاري في تركيا، وتم تحييدها بعد عملية في منطقة عمودة بمحافظة الحسكة. أضافت أن القيادية تدعى هزال بلغة، وكانت ضمن الأسماء المطلوبة للسلطات التركية بتهم الإرهاب. توفي طفلان من جراء انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب في أثناء رعيهما الأغنام في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي. شبكات إخبارية محلية قالت إن الطفلين عثرا على مقذوف حربي، وهو عبارة عن رأس صاروخ لم ينفجر قرب أرض زراعية، حيث انفجر في أثناء محاولتهما تفكيكه، مضيفة أن الطفلين لا تتجاوز أعمارهما 11 عاما. اتهمت روسيا دول حلف الناتو وأوكرانيا بتجنيد وتدريب وتسليح مقاتلين في سوريا لاستهداف قواتها هناك ونقلهم إلى الأراضي الأوكرانية للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية. وزعم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي نارشيكين أن أوكرانيا تزود مسلحين في إدلب بطائرات مسيرة هجومية وتنظم لهم دورات على استخدامها بهدف شن هجمات ضد القوات الروسية، مشيرا إلى أن المخابرات الأوكرانية تتواصل مع قيادات في هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وقسد وأجناد القوقاز وجيش تحرير إنغوشيا على حد زعمه. كما زعم نارشكين أن قاعدة التحالف الدولي في التنف يتدرب فيها 500 مقاتل أجنبي لاستهداف روسيا في سوريا وأوكرانيا. تنضم لنا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. ليلى، ما طبيعة التصريحات والاتهامات الروسية بخصوص تدريب أوكرانيا والناتو لعناصر من هيئة تحرير الشام؟ مرحبا وجيه. أمس الاثنين أصدرت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية تصريحات لمديرها سيرغي ناريشكين الذي قال إن الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي وأوكرانيا تقوم باتصالات مع المجموعات التي تعتبر أو مدرجة على قائمة المجموعات الإرهابية في روسيا، هذه المجموعات التي تتواجد في سوريا من أجل شن الهجمات ضد القوات الروسية المتمركزة في سوريا، وكذلك من أجل نقل هؤلاء المقاتلين أو بعض هؤلاء المقاتلين إلى أوكرانيا ليشاركون في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية. حسب سيرغي ناريشكين فإن تلك الأطراف أي الناتو والولايات المتحدة وأوكرانيا تقوم بعملية التجنيد وتدريب المقاتلين في سوريا. تلك المجموعات يعني أبرزها هيئة التحرير الشام المحظورة في روسيا، ويتم تدريب هؤلاء المقاتلين على طريقة استخدام المسيرات المحدثة. وأيضا حسب هذه التصريحات فإن بعض المقاتلين يتم تجنيدهم من أجل استخدامهم ضد روسيا في أوكرانيا في الجبهات الأوكرانية. ويذكر بأن هذه التصريحات هي ليست الأولى من نوعها لدى الجانب الروسي الرسمي، كانت هناك منذ عدة أسابيع تصريحات مماثلة لهيئة الاستخبارات الروسية الخارجية وكذلك لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، اتهامات موجهة ضد أوكرانيا وتحديدا ضد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف بأنه يزور إدلب بشكل شخصي لإجراء اتصالات مباشرة. هل كان هناك ليلى نشر لأدلة على يعني وقرائن على مسألة هذه يعني التصريحات التي تم الإدلاء بها؟ لا وجيه، هذه التصريحات تأتي دون
تقديم أي دلائل أو أي وثائق أو أي شيء يمكن اعتباره بأنه إثبات أو توثيق لما يتم الحديث عنه. لكن في أثناء التصريحات الماضية أو خلال التصريحات الماضية تم أيضا الحديث على أن الجانب الأوكراني توصل إلى اتفاق مع قيادة هيئة تحرير الشام المحظورة في روسيا بخصوص بناء مصانع ليتم فيها تحديد المسيرات القتالية ويتم تدريب المقاتلين بشكل خاص على قيادة واستخدام هذه المسيرات إن كان في الأراضي لاستخدامها ضد القوات الروسية في الأراضي الروسية أو في أوكرانيا. وكذلك تحدث ناريشكين أو ناريشكين بأن قاعدة سنف التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يوجد فيه 500 مقاتل يتم تدريبهم أيضا ليقوموا بتنفيذ عمليات استفزازية وعمليات الخطف في صفوف المقاتل أو الجنود الروس الذين يشاركون في العملية الروسية أو يتمركزون في سوريا ويعتبرون من المجموعة الروسية المتمركزة في سوريا. شكرا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. ذكرت مصادر محلية إن القوات الروسية انسحبت من نقطة المراقبة في تل الحارة بريف درعا الشمالي الغربي المتاخم للحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة، ونقلتها إلى النقطة الموجودة قرب قرية زمرين شمالي درعا. تتغير التوزعات العسكرية داخل الأرض السورية على وقع مجريات التصعيد في المنطقة، وهذه المرة روسيا التي تخلت عن مواقع لها في الجنوب السوري وعوضتها بأخرى. أكدت مصادر محلية بأن القوات الروسية انسحبت من نقطة المراقبة في تل الحارة شمال غربي درعا والمتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة على بعد كيلومترات من السياج الحدودي مع إسرائيل في الجولان المحتل، في حين أكدت شبكة درعا 24 بأن عناصر قوات النظام السوري بقوا في القاعدة من دون أي تحرك. إخلاء موسكو لقاعدتها في تل الحارة أتمتها بتحرك إلى منطقة أخرى والانتقال إلى محيط قرية زمرين بريف درعا الشمالي والعسكرة فيها، وهذه يعني أنها ابتعدت عن السياج الحدودي والنقطة الأكثر أهمية لها والتي أسستها في بداية العام الجاري لتهدئة ما يعرف بخط برافو الفاصل بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي. يأتي التراجع الروسي في الجنوب السوري المهدد بالاشتعال بين الميليشيات الإيرانية وإسرائيل عند جبهة الجولان التي قد تنخرط بالتصعيد الدائري في لبنان أو غزة، خاصة مع تقدم الدبابات الإسرائيلية قبل أيام نحو بلدة حضر بريف القنيطرة بحسب ما كشفته مصادر تلفزيون سوريا، والتي أضافت أن إسرائيل بدأت عمليات شق طرق قرب السياج، ويتزامن ذلك مع تهديدات صريحة إسرائيلية للنظام السوري بالسيطرة على جبل الشيخ في حال بقيت قاعدة خلفية ولوجستية للجهات التي تقاتل إسرائيل، تطورات من شأنها أن تعيد الأنظار للجبهة التي هدأت على مدار عشرات السنين. أصدرت قوات النظام تعميما بإعلان حالة الاستنفار في كل وحداتها العسكرية والأمنية في المنطقة الشمالية، وأرجع موقع نورث بريس نقلا عن مصدر عسكري التعميم إلى ضرورة الاستجابة للأوضاع الأمنية المتسارعة في مدينة حلب وريفها. أضاف المصدر ذاته أنه تم إيقاف الإجازات وتم طلب استدعاء الدورات المؤجلة بهدف تعزيز القوة البشرية لمواجهة أي تهديد محتمل قد يطرأ، مشيرا إلى أن الفرقة 30 حرس جمهوري عززت نقاطها في أرياف حلب الغربية والشمالية والشمالية الشرقية. تعرضت عدة مناطق في شمال غربي سوريا لقصف جديد من قبل قوات النظام السوري وميليشياته، واستهدف القصف وفق مصادر محلية عدة محاور في ريف حلب الغربي ومحيط بلدة معرة النعسان وقرية آفس شرقية إدلب ومحيط قرية معر بليت جنوبها،
وترافق القصف وفق المصادر ذاتها مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة. تعاني بلدة الأبزمة وفي ريف حلب من انقطاع الدعم الإغاثي عنها منذ عدة أشهر بسبب موقع البلدة القريب من تمركز قوات النظام، ويقطن في البلدة أكثر من 17,000 نسمة يعانون من أوضاع صعبة وارتفاع في نسب البطالة. أنا محمد محفوظ مخزوم، مدير مكتب الإغاثي في بلدة الأبزمة. تعاني بلدة الأبزمة من ضعف هو شح شديد في عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية على جميع الأصعدة، على صعيد الإغاثي وعلى صعيد الخدمي. ونتيجة الظروف الراهنة ونزوح البلدات المتاخمة لخطوط تماس مع النظام المجرم، واللي هي القصر كفر عمي، تديل، كفر تعال، مما أدى إلى موجة نزوح ثاني على هذه البلدة وشكلت كثافة سكانية لا يستهان بها. المشاكل المعاني منها ضعف في الإغاثة، قلة فرص العمل، ارتفاع في عدد الأرامل والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يمكن للأرامل وذوي الإعاقات الخاصة العمل، لأن أقرب منطقة أو أقرب فرصة للعمل تبعد عن البلدة ما يقارب 30 كيلومتر، مما يشكل عبء على رب الأسرة حتى الإنسان العادي القادر على العمل، يعني بيحط يوميته جو المواصلات حتى يأمن مثلا قوت يومه أو قوت أسرته. نسبة فقر بالبلدة تقارب تلامس 90% تقريبا، وأقرب فرصة للعمل هي ما تبعد تقريبا من قرب 30 كيلومتر عن مركز البلدة. هن بطبيعة الحال غير قادرين على العمل، يعني أرملة بحكم إحنا مجتمع محافظ غير قادر على العمل، المعاق غير قادر على العمل، الكبير السن غير قادر على العمل، اللي معه أمراض مزمنة غير قادر على العمل كمان. لذلك يعني أناشد أو أتمنى من منظمات الإنسانية تسليط الضوء أو دعم هذه البلدة على جميع الأصعدة، كان إغاثيا وكان خدميا. في غياب المنظمات وعزوف المنظمات عن قرية الأبزمة، باعتبار أنه بحجة أنه منطقة قريبة من الجبهة وأمور الحياة فيها شغالة جدا جدا، بس المنظمات عزفت علينا وما بتجي لعنا، وهذا الأمر يعني سبب لنا خاصة نحن المعاقين تراكم علينا ديون وعنا أولاد وعنا عيال، يعني صرنا بصراحة نشتهي على حبة الرز، يعني إذا واحد بده يطبخ له أكلة بده يطبخ له طبقة، يعني أسعار جنونية وأسعار وما فيها مصاري. انضم لنا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من دارة عزة. دعنا نبدأ ميدانيا إبراهيم، ما طبيعة القصف الذي يحصل لمناطق في ريف إدلب وريف حلب؟ نعم مساء الخير، فعليا القصف منذ أسبوع تقريبا حتى اليوم يتصاعد بشكل أكبر من الفترة السابقة. اليوم تشهد مناطق التماس قصف متكرر من قبل قوات النظام بقذائف المدفعية وأيضا برجمات الصواريخ، عدا عن الاستخدام المتكرر للصواريخ أو للطائرات المسيرة الملغمة في استهداف المناطق القريبة نوعا ما من خطوط التماس. إضافة إلى أن عمق القصف عوضا ربما عن الفترة الماضية التي كان فيها القصف نوعا ما قريب من خطوط التماس حاليا المناطق المستهدفة تكون أكثر عمقا، أدى إلى حركة نزوح باتجاه مناطق أقل خطورة في عدد كبير من المناطق. لو تحدثنا عن المناطق التي تشهد حاليا عمليات قصف متكررة، مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، بلدة تقاد، لأبزمو، إضافة إلى منطقة كفر عمة وكفر تعال وتديل، محوة كباشين وففرتين والقصر والوسطى، كل هذه المناطق إضافة إلى كفر نورا غربي حلب تشهد قصفا متكررا مصدره قوات النظام المتمركزة في المناطق المحيطة، إضافة إلى قصف تتعرض له أيضا المناطق الواقعة في ريف إدلب الشرقي والتي تعتبر مع ريف حلب الغربي منطقة متماسكة يتم قصفها من قبل قوات النظام ذات المواقع التي يتواجد فيها ميزناز وكفر حلب، يتم من خلالها قصف معارة النعسان وبلدة عينيرة وأطراف سرمين، وهذا المحور أيضا يشهد حركة نزوح حاليا باتجاه مناطق أقل خطورة على محور الشريط الحدودي مع تركيا، تقدر حتى اللحظة ربما عدد العوائل التي نزحت من محور الشريط الحدودي في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي بقرابة 600 عائلة توجهت حقيقة بشكل فردي إلى أقاربها إلى مناطق تلوث فيها، ريثما تتوقف عمليات القصف المتكررة الذي
والتي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان في مناطق التماس على أثر تكرر عمليات القصف التي تؤدي إلى توقف الأنشطة، توقف الحياة، وأيضا توقف العملية التعليمية. نتحدث عن بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، منذ أسبوع حتى اللحظة هناك توقف أو إيقاف للعملية التعليمية على أثر قيام قوات النظام باستهداف وسط البلدة لأكثر من مرة بصواريخ أو بطائرات مسيرة ملغمة استهدفت إحداها أطراف إحدى المدارس خلال الدوام الرسمي، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع وتوقف الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة. ثم بعد ذلك تم الإعلان عن تعليق الدوام المدرسي منذ أسبوع حتى اللحظة. حقيقة هذا هو المشهد العام الذي تشهده حاليا المنطقة، ويضاف إليه كما ذكرت جديدا ربما حركة النزوح الأكثر ربما كثافة باتجاه المناطق القريبة من الحدود السورية التركية، والتي تعتبر نوعا ما آمنة مقارنة بمناطق التماس. أثر حقيقة عمليات القصف أثرت بشكل كبير على الأهالي، أثرت كذلك ربما على المنطقة، منطقة شمال غربي سوريا التي تعتبر فيها مناطق التماس القريبة من المدن والبلدات القريبة من خطوط التماس، طارد رزق للسكان الموجودين فيها، إضافة إلى أنها سلة غذاء على مستوى الزراعة والرعي بالنسبة للمنطقة في العموم، لأننا كلما اقتربنا حقيقة من مناطق التماس تكون هناك مساحات زراعية أكبر ومساحات رعوية أكثر، كان يتخذها الأهالي وسيلة عمل، وأيضا تؤثر على المستوى الاقتصادي في المنطقة. منذ عام حتى اللحظة ربما كثير من المناطق التي كانت تغذي المنطقة على مستوى الأراضي الزراعية بات الوصول إليها شاقا وخطيرا. وهناك يعني أيضا حديث عن انقطاع الدعم الإغاثي عن عدد من هذه المواقع من ضمنها بلدة الأبزمو، باعتبار أن موقع البلدة قريب من مناطق التماس ومواقع سيطرة النظام، ما طبيعة الوضع فيها؟ نعم بالتأكيد الأهالي في مناطق التماس يعيشون بين فكي كماشة، القصف وحالة الخوف التي يعيشونها، إضافة إلى توقف المساعدات التي كانت تصل إلى هذه المناطق بربما آليات معينة، كانت المساعدات الأممية التي تقدم إلى هذه المناطق تصل إليها عبر وصول السكان إلى مناطق تعتبر نوعا ما آمنة، ويتم من خلالها جلب هذه السلال الغذائية وكميات الخبز وغيرها للوصول إلى هذه البلدات. مع توقف مشروع الأغذية العالمي منذ مطلع العام الجاري تأثرت هذه المناطق على غرار المخيمات وباقي المدن والبلدات، إضافة إلى أن حقيقة المنظمات الإنسانية بالعموم تعزف عن الوصول إلى مناطق تصفها بالخطرة، وبالتالي كل مشاريع المنظمات التي تجري في مدن وبلدات آمنة نسبياً لا يتم وصولها إلى المناطق القريبة من خطوط التماس. نتحدث اليوم عن عجز في مستوى الغذاء، نتحدث أيضاً عن عجز في ملفات المياه والإصحاح وغيرها من ملفات تقدم ربما خدمة للأهالي الموجودين في مناطق التماس، عدا عن العجز اليوم في مستوى الصحي. كانت حقيقة ربما في مناطق التماس بعض المراكز الصحية تعمل خلال الفترة الماضية، أولى المراكز التي توقف دعمها أيضا مع توقف برنامج الصحة هي كانت المناطق أو المراكز الصحية والمستوصفات الموجودة في مناطق التماس، وهذا أدى حقيقة إلى معاناة أكبر، ويضاف إلى معاناة القصف أدى إلى زيادة نسبة البطالة في مناطق كان الأهالي يعتمدون فيها على الأراضي الزراعية القريبة، وأيضا ربما يعتشون على بعض الوسائل الأساسية. بإذن الله من هناك. شكرا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دارة عزة. أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل أسبوعين. وقالت الوحدة اللبنانية إن الأمن العام اللبناني سجل نزوح أكثر من 100 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ بدء الحرب. بدورها ذكرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة النظام أن نحو 330 ألف سوري ولبناني نزحوا إلى سوريا منذ بدء الحرب بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام. قال فريق منسق الاستجابة إن وافدين جددا من اللاجئين السوريين الفارين من لبنان سيدخلون اليوم إلى مناطق شمال غربي سوريا، وتوقع الفريق في بيان أن يكون عدد الداخلين أكبر من الأعداد السابقة التي دخلت المنطقة منذ بداية العام حتى السادس من تشرين الأول الجاري، والتي وصلت إلى أكثر من 4000 توزعوا على إدلب وحلب، مشيرا إلى أن عدد الوافدين من اللاجئين السوريين خلال الدفعة الأولى بلغ 2097 لاجئا توزعوا على مناطق إدلب وحلب. أشار منسق الاستجابة
إلى أن دخول الوافدين يترافق مع نزوح داخلي من مناطق في إدلب وحلب بالتزامن مع مخاوف من عمليات عسكرية في المنطقة. وصلت عائلات سورية عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان إلى الشمال السوري، حيث تحدثت عن معاناتها في رحلة النزوح وعن شوقها للوطن بالوقت ذاته ومخاوفها من مصيرها المجهول. وينك شو بعدت عني؟ ناطر أنا رجوعك، ناطر مستني يا سوريا. وينك شو بعدت عني؟ ناطر أنا رجوعك، ناطر مستني. أين تبقى نعود على أرض الجدود؟ رجعنا الحمد لله. والله نحن يا شباب جينا من لبنان، لنا 12 سنة في النبطية، هوني كنا عايشين، بس بقى صار حرب كتير، يعني مثل هون قمنا قلنا بنرجع على بلدنا أحسن، ما في أحلى من سوريا وتراب سوريا، بنموت في بلدنا أحسن. جاء العدو الصهيوني كمان على لبنان، هدم البيوت ورحلنا، وضلينا 7 أيام كتير عانينا، مشينا في الأراضي 7 أيام مو في الكروزي بين الشجر 7 نهارات لوصلنا، والله تكسرنا وهلكنا كثير وتعبنا. عازمتكم على خبز التنور انت وابو الطيب ورودي. نحن تهجرنا من هون من بلادنا من الضرب ومن القصف، من 2012 طلعنا على لبنان، طلعنا اخذنا اولادنا، نحن بنشتغل هونيك عمال في الحجر في لبنان. لوقت اللي صار هالحرب في لبنان كنا عايشين، يعني ممكن يعني قال لك انه في تمييز بين لبنان والسوري في محلات. ليوم الحرب نحن في امان الله عايشين، ما في في الشارع ما حسينا الا هالطيران بلش وصار الضرب حوالينا من كل جهه. انا هوني يعني الحقيقه يئست يعني من القعده في لبنان خالص، فقلت انا الافضل نروح نرجع بلادنا. حملنا واتصلنا في عالم يعني مش شان ياخذونا، اجوا اخذونا. يعني في محلات السير فيها كان ماشي حلو سهلي، وفي محلات صعبة جدا. يعني تتخيل انه انت تطلع مثلا الساعة 2 في الليل في بكاب، والبكاب مو شغل اضوية ولا مشغل انارة، ولا عم يشوفوا عم ينشف عرض الفلاحة بينها شجر الزيتون وبين، يعني حطينا روحنا بين دينا ومشينا واتكلنا على الله، قلنا الحمد لله. تعذبنا على الطريق، تعذبنا وضلينا شيء 6 7 ايام، ودافعنا تكلفنا مصاري كثير، انا واولادي وابني الثاني، نحن 3 عيال، دفعنا كل واحد شيء 2000 دولار، يعني دفعنا شيء 6000 دولار. والله صار لنا هلا بلبنان شيء 13 سنة، وتعذبنا كثير وانقهرنا كثير وانزلينا كثير. ورجع صار هالضرب هلا في لبنان، ما بقى نقدر نوقف ولا نقدر نتحرك، الصواريخ حوالينا، المحطة انضربت حدنا، علقت النار للسماء. ما نقدر نبرك. وجينا عم نطلع على سوريا على اساس، جينا منطقة على سوريا على اساس بدنا نروح على غير طريق، جابونا على طريق النظام. جينا على طريق النظام، دقنا ما حدا داقه. 5 ايام على الطريق ونحن نتعذب، يعني الحواجز كل حواجز اصعب من الثاني. ضلينا نهارين من الليل لتاني يوم المغرب، وهن حواجز هذا الفرقة الرابعة على مصاري وعلى يطلعوا يفتشونا وينزلوا يفتشوا ونزلوا البرودة، وممنوع حدا يتحرك وممنوع. مرتين فتشونا، مرتين فتشونا وفتشوا السيارة مرتين، ورجعوا طالعونا للباب، رجعوا أخذوا الهويات منا وقال بدنا ياخذوا مصاري من الكل. نزلوا الشباب وأخذوا منا المصاري، كل الشباب 500 والبنات خراج إيد. يعني إيش خراج الإيد البنت؟ إيش بدها تروح على الجيش؟ إيش بدها خراج الإيد البنت؟ أخذوا عليه 300,000 بالخراج الإيد البنت. لبناني ماشي والسوري بدي يعذبوا له حتى يخليه يفوت. مبيني يعني الباصات بتروح للبنانيين بتجيبهم وبتجي على الشام على الفنادق، ونحن جايين ودافعين اجره وكل شيء وبدنا نجي على بلادنا، ممنوع نجي على بلادنا. دقنا ما حدا داقه، بس ما نجي على ضيعنا، بلك بدنا نشوف ضيعنا بعد 13 سنه، بلك بدنا نشوف اولادنا، بلك بدنا نشوف اهلنا. وجينا ولقينا كل بيوتنا متهدمه، وكل بيوتنا يعني بيت نسكن فيه ما في عندنا. لا يا حسين، حلو حسين، ما في احلى من حسين، ما في احلى من حسين. قام لنا همام الزين من الباب. همام، إذا ما هي الأعداد التي أعداد النازحين التي وصلت إلى مناطق إدلب ورياف حلب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان؟ ما طبيعة أوضاعهم أيضا؟
نعم وجيه، العدد الذي دخل في يوم الخميس الفائت بعد أن انتظروا ليلتين متتاليتين في ساحة المعبر التي تفصل ما بين آخر نقطة لسيطرة قوات قسد وآخر نقطة لسيطرة الجيش الوطني قرابة 2000 شخص دخلوا باتجاه ريف حلب، جلهم كان قد قدم من مختلف المحافظات السورية وكانوا قد سجلوا عبر فروع الشرطة العسكرية عبر كفلاء لهم في هذه المنطقة، وهناك عدد أيضا ربما 200 أو 300 شخص قادمين من لبنان وهم سوريون يعني بطبيعة الأحوال قدموا إلى هذه المنطقة، ولكن يعني كان من المقرر اليوم أن تدخل دفعة أخرى، إلا أن الشرطة العسكرية أصدرت بيان يوم أمس كان مفاجئ لجميع من يريد بالدخول إلى هذه المنطقة أن المعبر أغلق حتى إشعار آخر بسبب ما أسمته الشرطة العسكرية التصرفات غير الأخلاقية التي ترتكبها قوات قسد في ساحة المعبر. اليوم في ساحة المعبر يتواجد أكثر من 1900 شخص في الساحة، أيضا عدد لا بأس به منهم يعني قادم من جنوب لبنان وهم سوريون بطبيعة الأحوال، كان من المقرر أن يدخلوا باتجاه هذه المنطقة ولكن حتى هذه اللحظة لم تسمح لهم الشرطة العسكرية بالدخول. الشرطة العسكرية تقول أن هناك منع من المسيطرين على ساحة المعبر من إدخالهم إلى هذه المنطقة، بينما يعني يقول بعض الأشخاص هناك أن هذا الأمر جاء لاستغلال هؤلاء الأشخاص لدفعهم للدخول عبر المعابر غير النظام وتكليفهم يعني مبالغ إضافية سيدفعونها في حال أرادوا الدخول إلى هذه المنطقة، وتكون بطريقة غير نظامية لا تكون عن طريق الشرطة العسكرية، تكون عن طريق مهربين البشر. حتى هذه اللحظة المعبر مغلق بشكل كامل من قبل الشرطة العسكرية، لا يتواجد أي شخص في ساحة أو في المعبر الذي يتبع للشرطة العسكرية. الأشخاص القادمين باتجاه هذه المنطقة يتواجدون في ساحة المعبر وهي التي تفصل ما بين نقاط قسد ونقاط الجيش الوطني، سيضطرون بطبيعة الأحوال في حال يعني لم يرغبوا بتغيير مسارهم باتجاه منطقة أخرى وأرادوا الدخول إلى ريف حلب أن يدخلوا عبر المعابر غير النظامية ويدفعون قرابة $100 على كل شخص سيدخل باتجاه هذه المنطقة. بكل تأكيد الأوضاع التي يعيشها الأهالي في تلك المنطقة أوضاع مؤلمة جدا، يعني هناك وردتنا أنباء أن هناك امرأة وضعت مولودها في ساحة المعبر وعدم وجود يعني فرق إسعافية وعدم وجود فرق إغاثية، هذا الأمر فأقمى المشكلة بشكل أكبر، فأقمى معاناة الأهالي، وخصوصا أننا نتحدث عن الأشخاص الذين قدموا من جنوب لبنان يعني تتكبدوا معاناة كبيرة جدا، وشاهدنا في التقرير الذي عرض قبل قليل يعني مرارة ما تجرعه هؤلاء السوريون القادمون من جنوب لبنان من العبور عبر مناطق النظام وصولا لمناطق قسد، والسيارات التي تعمل بدون أضواء حتى لا تكشف من قبل القناص المتواجدين على الطرقات، فهي معاناة كبيرة جدا. وهناك مطالبات يعني الآن نشهدها أيضا في ريف حلب من قبل الشرطة من قبل الأهالي والناشطين، توجه للشرطة العسكرية بفتح المعبر أمام الناس حتى يتمكنوا من الدخول وتقديم المساعدات لهم من قبل الفرق الإسعافية والإغاثية التي جهزت أمورها منذ أسبوع وحتى هذه اللحظة، ولكن لم يسمح بدخولهم حتى الآن. شكرا همام الزين، مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من الباب. حذرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم من ابتزاز مالي واعتقال تعسفي وتعذيب وتجنيد قسري، فضلا عن احتمالات القتل أو الإصابة. وأشارت اللجنة في تغريدة عبر منصة إكس إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون الذين تعرض كثير منهم للنزوح أكثر من مرة يواجهون تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع. من جانبها أكدت نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي وجود مخاوف بشأن سلامة السوريين العائدين من لبنان وتعرضهم لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. تصريح رشدي جاء خلال اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بشؤون الإنسانية في جنيف، والذي طالبت فيه بوضع حد للأعمال العدائية في لبنان بشكل فوري والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في جميع أرجاء المنطقة بما في ذلك سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 والعمل نحو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني. استطلاع تلفزيون سوريا أراء عددا من السوريين في فرنسا حول دعوات دول أوروبية للتطبيع مع النظام السوري، وسط تساؤلات حول الموقف الفرنسي وإمكانية تغييره. أولا لازم نعرف أنه النمسا وإيطاليا عم بيحاولوا يعملوا إعادة تطبيع مع الأسد
لأنه السلطات في النمسا وفي إيطاليا من اليمين المتطرف، وهن قريبين جداً من النظام الأسدي ومن زمان كانوا يدعموه. نحن نعتقد أنه في فرنسا أولاً لا يمكن أبداً إعادة التطبيع، لا يمكن التطبيع، لأن كما قلنا سوريا، فرنسا قالت عدة خطرات سوريا إلى الآن ليست آمنة، ولا يمكن للسلطات الفرنسية أن تعيد التطبيع مع النظام الأسدي، وهي تطالب برحيل الأسد إلى الآن. بالنسبة للتحول الأوروبي بالموقف بخصوص الملف السوري، هنالك أمر خطير جدا يجري عن طريق التيار اليميني المتصاعد في الاتحاد الأوروبي، وهناك مخاوف كبيرة جدا لدى الشعوب اللاجئة، وبالأخص هنا أذكر على وجه الخصوص الشعب السوري، لديه مخاوف كبيرة من العودة، لأن هناك سمعنا دائما أشخاص عادوا إلى سوريا بشكل أو بآخر من دول الجوار تم اعتقالهم ولا أحد يعرف عن مصيرهم شيئا، وهنالك بعض الاقتتال في سوريا، ونحن اليوم هنا في فرنسا لدينا أيضا مخاوف من اليمين المتطرف أن يضغط للتطبيع مع الأسد، وبالتالي يفضي إلى عودة اللاجئين، وهذا يشكل خطر على الإنسان السوري بحد ذاته. بعتقد أن التطبيع الأوروبي لن يأخذ طريقه إلى العمل الحقيقي بدون موافقة أمريكية، وفرنسا من الدول الأوروبية والدول مصالح، فممكن أن يأخذ التطبيع يعني طريقه، لكن ليس في الوقت القريب. أما في قصة إعادة اللاجئين ففرنسا لم تستقبل رقما كبيرا، استقبلت حوالي 40,000 شخص، و40,000 شخص منهم الشباب وبعض العوائل أو الكبار في السن، وهذا موضوع بيخدمها أصلا. أنا لا أعتقد أن فرنسا سوف تتطبع مع النظام، لأن أصلا الشهر الماضي أصدرت وثيقة توقيف في حقه، وأيضا لأن فرنسا هي كمثل أرض اللجوء بالعالم، يعني أي حد عنده مشكلة سياسية بلجأ أول شيء على فرنسا، ما بلجأ لا على إيطاليا ولا على النمسا. لكن إذا مسك حزب اليمين في فرنسا أنا أعتقد ممكن 50% أنه تحاول تطبع معه، ولكن ليس التطبيع التام. فيما يخص فرنسا لا أعتقد، وإذا فعلا حصل ذلك فرضيا ممكن تكون آخر من يفعل ذلك، يعني مشان ما تعمل قطيعة مع الآخرين، بس أعتقد آخر من يمكن يفعل ذلك. أستبعد أن تعيد فرنسا اللاجئين السوريين إليها، لأنها على الأقل هي تعتز ببلد يعني الحرية والمساواة، وأنه هي بلد الألوان. وفي نقطة أخرى، نفس المسؤولين السياسيين عندما يتحدث اليمين في فرنسا على الموضوع يقارنون الأرقام بين ألمانيا وفرنسا، يعني اللي استقبلوا بفرنسا بعشرات الآلاف بينما بألمانيا بالملايين. كل الدول بالاتحاد الأوروبي هي تحت القانون، يعني القانون بيحمي اللاجئ، يعني في بعض ببعض الحالات ممكن في ناس وصلت لهون تحت اسم لجوء، هني أساسا من بحاجة للجوء، ممكن يصير في تدقيق على اللاجئين أكثر، على الناس اللي بحاجة للحماية أكثر، أوكي، أما موضوع الترحيل مستبعد أبدا. وبالنسبة لفرنسا هذا الموضوع مستبعد، إعادة العلاقات مع نظام الأسد، لأنه هني صرحوا بأكثر من مكان بهذا الموضوع، وصرحوا أنه سوريا غير آمنة، وفعلا سوريا غير آمنة. مأساوي، يعني فوق 50 شهيد. هذا الطفل ايش دخلها؟ هذا الدولة اللي تهيك 13 نفر كلهم راح. راح البيت وراح كل شيء. غزة اليوم بفضل الله أقوى. بنعالج كمية ناس كتير. غزة كلها ما فيش فيها معدات كافية. المعاناة المستمرة للمستشفيات جراء النقص الحاد.
قالت مصادر طبية فلسطينية إن 63 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون منذ صباح الاثنين وحتى صباح الثلاثاء في سلسلة غارات نفذتها مقاتلات وآليات مدفعية إسرائيلية على قطاع غزة. من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 60% من المباني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تقول إن هدفها القضاء على حركة حماس والأنفاق، ولكنها دمرت منطقة يسكنها نحو 2 مليون شخص. يأتي ذلك في الوقت الذي نفذ فيه الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المنازل في منطقة التوام شمالي قطاع غزة حسب إعلام فلسطيني. تنضم لنا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة، ما المستجدات اليوم شروق؟ نعم، وجيه الجيش الإسرائيلي يجدد من أوامره المتعلقة بإخلاء السكان لمخيم جباليا. الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات يطلق أوامر هي أصلا أطلقها خلال الأيام أو اليومين الماضيين، ويجدد على هذه الأوامر ويريد إجبار الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية التي هي أصلا رفضت الخروج قبل يومين من مخيم جباليا، ويريد إجبار هذه العائلات على النزوح مجددا إلى مناطق جنوب وادي غزة. الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر وهو عندما يريد أن ينفذ عملية عسكرية وجيه ضد منطقة بعينها في مدينة غزة أو حتى الشمال، كان في بعض الأحيان يدعو السكان إلى الخروج إلى مناطق في مدينة غزة، لكن هذه المرة العملية العسكرية التي تستهدف مخيم جباليا تحديدا والأطراف المحيطة بهذا المخيم، ربما يحاول الجيش الإسرائيلي إخلاء المخيم من سكانه وتشريد وتهجير الفلسطينيين الذين رفضوا الخروج من هذا المخيم على مدار أشهر ماضية، يطلب منهم التوجه إلى مناطق جنوب وادي غزة. الجيش الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية قام بتنفيذ سلسلة من الغارات على منازل للمواطنين، مجموعات سكنية في بيت لاهية في مخيم جباليا، أيضا كان هناك عمليات إطلاق النيران على الفلسطيني والعائلات التي حاولت النزوح من منطقة مخيم جباليا وتتجه إلى مدينة غزة. الاحتلال أطلق النار عليها بحسب المصادر الميدانية، وهناك بحسب هذه الغارات أو بحسب المصادر الرسمية تتحدث عن أعداد من الشهداء، أعداد من الجرحى جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف. العملية الإسرائيلية مستمرة لليوم الثالث على التوالي. قوات الاحتلال توغلت من محورين، من محور شرقي وهو السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة من شرق مخيم جباليا، توغلت حتى وصلت قلب مخيم جباليا، ومن المحور الآخر وهو غرب مخيم جباليا من منطقة زكيم وصولا إلى منطقة لتوام وأيضا منطقة الصفطاوي. هذه المناطق هي أصلا بالأساس تعرضت لعمليات عسكرية خلال الأشهر الماضية، وقام الجيش الإسرائيلي بتخريب فيها وتدمير منازل للمواطنين، لكن هذه العملية ربما تأتي لاستكمال عملية التدمير واستكمال ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين. بالمقابل هناك مناشدات من قبل الطواقم الطبية والمستشفيات التي ما تزال تعمل في شمال القطاع، مستشفى الأندونيسي، مستشفى العودة، مستشفى أيضا كمال عدوان، تطالب المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية بضرورة إدخال الوقود إلى هذه المستشفيات حتى تستطيع العمل على علاج الجرحى والمرضى. كذلك هذه المنطقة مخيم جباليا يشهد عمليات على الأرض، عمليات تصدي من قبل الفصائل الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام التي تخرج بين الحين والآخر ببلاغات تتحدث فيها عن قيامها بتنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال التي
التي توغلت في هذه المنطقة تقوم باستهداف آليات عسكرية وأيضا زرع كمائن ضد قوات الاحتلال، إضافة إلى عمليات قنص نفذتها كتائب القسام في الأيام الأخيرة. وبحسب الجيش الإسرائيلي كان هناك إعلان عن مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك المستمرة في مناطق شمال قطاع غزة. أيضا من ناحية التطورات الميدانية على صعيد مدينة غزة، كان هناك غارة إسرائيلية على حي الزيتون واستهداف لمنزل، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وأيضا نقل جرحى. وكذلك المحافظة الوسطى لم تسلم من الغارات الإسرائيلية منذ مساء الأمس، ولغاية الآن نسمع بين الحين والآخر انفجارات ناتجة عن قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها على المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى، وأيضا قوات الاحتلال التي تتوغل في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات، وهي التي تتواجد في عند حاجز نيت سريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، بإطلاق القذائف على منازل أو المنازل التي تبقت في تلك المنطقة. كان هناك استهداف مركبة قبل قليل وسط القطاع، ونتج عن هذا الاستهداف أيضا شهداء، وكذلك استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي للاجئين، ونتج كذلك عنه شهداء. كانت الغارة الأصعب هي في مخيم البريج وجيه، وهي ناتجة عن استهداف منزل مكون من عدة طوابق، منزل يعود لعائلة عبد الهادي، وهذا المنزل سوي بالأرض، وحتى الآن هناك شهداء وجثمين تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالهم نتيجة إسقاط عدة طبقات على هذه العائلات التي لجأت إلى هذا المنزل بعد نزوحها من مناطق عدة في قطاع غزة. العشرات من الشهداء ارتقوا، أكثر من 50 شهيدا ارتقوا جراء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والاستهدافات الإسرائيلية، سواء من المدفعية، من عمليات إطلاق النار عبر الطائرات، وحتى من سلاح الجو الإسرائيلي الذي يقوم بإطلاق الصواريخ على المدنيين في قطاع غزة. كذلك مدينة رفح كان هناك قبل قليل استهداف لمنزل، ونتج عن هذا الاستهداف 6 من الشهداء، وسبق ذلك عملية انتشال 15 شهيدا من مدينة رفح، وصلوا صباح اليوم إلى مجمع ناصر الطبي، لذلك نتحدث عن نحو 21 شهيدا في سياق متابعة التطورات. أولا بأول شكراً الساعات شروق الماضية. مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من غزة. نترككم مشاهدينا مع هذه المشاهد من الضاحية الجنوبية ونعود لمتابعة التغطية على رأس الساعة.